أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Repeat what you hear. الوحدة العاشرة، الوحدة العاشرة، الجو، الجو. الدرس الرابع والثمانون. الدرس الرابع والثمانون، الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. الجو معتدل هذه الأيام. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الربيع. هذا فصل الربيع. الحمد لله، ذهب الصيف الحمد لله، وذهب ذهب الحر. الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البرد. وذهب الشتاء وذهب البرد. أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ نذهب إلى الشاطئ. نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد، نذهب إلى الشاطئ البر. بعيد. الشاطئ بعيد، نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. 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 نذهب إلى البر. نذهب إلى البر. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر الطعام والشراب. سأحضر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. أسرتي ستحضر معي. أسرتي ستحضر معي أيضا. والآن جاء أسرتي دورك. انظر. أسرتي أسرتي ستحضر معي أيضا. Now translate this into Arabic. What is it? Translate this in Arabic. Okay. الوحدة العشرة. What he said? I don't. Okay, translate that in Arabic. Okay. The weather is pleasant these days. الجو معتدل. These days, هذه الأيام. This is the spring season. هذا فصل الربيع. All praise to Allah. The summer has ended. الحمد لله، ذهب الصيف وذهب الحر وذهب الشتاء وذهب البرد. برد برد بردو بردو I think. Next. Where we okay. أين نقضي عطلة الأسبوع؟ The weekend. My family will come with me. We'll go to the beach. نذهب إلى الشاطئ. The beach is far. الشاطئ بعيد. نذهب إلى البر. This is a nice idea. هذه فكرة طيبة. نذهب
نذهب إلى البر دلين. I will drink. سأحضر الطعام والشراب والسجادة. سأحضر والسجادة. خيمة والسجادة. Okay. I will bring the tent and the rug. سأحضر الخيمة والسجادة. Sajada, we call the prayer rug. This is the prayer rug, or this is the regular rug. This can be any rug, prayer rug or regular rug. Yeah. سأحضر الطعام والشراب. My family will come with me. أسرتي ستحضر معي. My family وأسرتي ستحضر معي أيضا. المفردات الأرض، انظر واستمع وعد. أوكي مستر عثمان محمد، are you here؟ الوحدة العاشرة. repeat يا سيدي. الوحدة العاشرة. الجو. الجو. الدرس الرابع والثمانون. الدرس الرابع والثمانون. المفردات. المفردات. فصل الصيف. فصل الصيف. يحضر. 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 خيمة. يحضر. خيمة. شاطئ. شاطئ. البر. البر. فصل الربيع. فصل الربيع. برد. برد. حر. حر. أجب عن الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. في أي فصل هذا الحوار؟ In which season this dialogue took place؟ في فصل الربيع. Okay, في فصل الربيع. كيف هذا فصل الجو الربيع. الآن؟ فالجو الآن الحمد لله جوف المعتدل. الجو معتدل. الجو المعتدل الآن. إلى أين سيذهب هازم؟ هازم. هازم يذهب إلى شاتي إلى البر، سيذهب إلى البر. للبر. أوكي. يذهب إلى البر. إلى أين سيذهب خالد؟ أنا يذهب هازم خالد. خالد إلى الشاتي. إلى البر، both will go to the land. إلى البر. بوت إلى البر. أوكي. إلى البر. Okay, write these answers and send me the picture right now, okay? I am waiting. أوكي. الوحدة العاشرة، 10th unit، الجو، the weather، الدرس الخامس، الوحدة العاشرة. Yes. 85th lesson، التدريب الأول، first exercise، انظر إلى الصورة، look at the picture. ثم اذكر اسم الفيل، then mention the name of اسم الفصل، then mention the name of the season. So tell me the Yeah. name of season in this picture. The first one. Yes. This is like a spring, I think.
Yeah. الفصل الفصل ربيع. what is ربيع، فصل الربيع. Yes. Yeah. Next one. Okay. The next one is like maybe fall, like a safe, a safe. فصل الصيف. اوكي Summer. اوكي Safe is okay. يس Okay. And the other one, this looks like like winter سيزون winter. Yeah, يس winter. الشتاء. الشتاء. فصل الشتاء. اوكي Yes. This will be file like autumn. Artem, so Oh, Arabic. الخريف. خريف. فصل الخريف. التدريب الثاني. Second exercise. رتب ما يلي. Arrange what is below. من الأقل. From the least. إلى الأكثر. To the most. بوضع الأرقام. By putting the numbers. في المربعات. In the boxes. So which one of these is the smallest? The smallest. Yes. They write here sanato. Here. Yom is the smallest. One day is the smallest number. Okay. So yom. So you will write Yo, like the yom. smallest number. Next, what is the other after yom? Second smallest number. يو أسبوع يو يو شهر يو يوم is the smallest and after that is a أسبوع أسبوع. أسبوع which is this one. Yeah. Then And the third smallest is شهر. شهر. Next. And the last one is سنة. سنة. So just you need to join them. Yeah. Alhamdulillah. Next. Oh, أحمد الحمد لله. Next. فصل الشتاء. درجة الحرارة تحت الصفر. سل بين الكلمة التي بينها علاقة كما في المثال. Join the word which have a connection between them. Relation between them. So Shai is with Kahwa, Har. قهوة حارة 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 بارد بارد. صوب. you said صوب أو الصوب قميص قميص. do we have قميص الحافلة. yeah. الحافلة where is الحافلة 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 السيارة. الحافل السيارة yes غدا. غدا الآن يسمع. يسمع يتكلم Answer this. Okay, this one. Yes. Okay, this is a fish. هذه سمكة. هذه سمكة. This is a bicycle. هذه درجة. هذه دراجة. دراجة. ما
ما هذا؟ ما هذا؟ هذه دراجة. This is a bicycle. هذه Number دراجة. two. هذه بيضة. هذه بيضة. هذه دراجة. This is هذه a bicycle. دراجة. ما هذا؟ What is this? ما هذا؟ هذه بيضة. This is an egg. Second. هذه بيضة. هذه قلم. هذه قلم. هذا قلم. هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ What is this? What is this? هذه قلم. هذا قلم. هذا قلم. This is a fish. هذه سمكة. This is a fish. هذه سمكة. هذه بيضة. This is an egg. هذه بيضة. This is an egg. هذه This سمكة. is a fish. هذا قلم. This is a fish. This is a pen. هذا قلم. This is a pen. The girl is eating bread. البيت تأكل خبز. A man and a woman. هما they are both. The woman is drinking. المرأة تشرب. تشرب. She is drinking water. هي هي تشرب تشرب ماء. ماءً. البنت تشرب. القطة نائمة. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ هذه صحيفة. هذه صحيفة. هذه تفاحة. هم يأكلون بيضا. البنت تجري. هذه تفاحة. هذه تفاحة. هذه تفاحة. الولدان ليس لهم ماء. ليس لديهما. ليس لديهما ماء. هم يأكلون. هما تسبحان. هذه قطة. هذه قطة. هذه قطة. هذه قطة. The woman is reading. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. الرجل يطبخ. نحن بنات. الكلب يأكل. المرء تسبح. الرجل يطبخ. الرجل يطبخ. الرجل يطبخ. الرجل يطبخ. لدي رجل. لدي الرجل أقلام. الولد يأكل. هي تطبخ. هو يطبخ. هو يطبخ. هو يطبخ. المرأة
تمشي. المرأة تمشي. We'll stop here and next time inshallah continue. Okay, I will send the محاورة or the picture.